بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الطلاب أيها الطالبات في درسنا اليوم، وهو الدرس الثاني لمادة التوحيد الصف الخامس الابتدائي. الدرس الثاني والذي سبقه الدرس الأول، وهو بعنوان العلم الذي يجب معرفته. وموضوعنا اليوم هو فضل العلم وأهميته. ابقوا معنا لنتحدث عن أهمية العلم وفضل العلم في الدقائق التالية، فكونوا معنا. الدرس الثاني في مادة التوحيد، وهو بعنوان فضل العلم وأهميته. أخذنا في الدرس الماضي العلم وما يجب معرفته، ما الشيء الذي يجب على المسلم أن يعرفه وأن يتعلمه، أن يعرفه وأن يتعلمه، وفي الشكل الذي ترون هو ملخص لدرسنا السابق. المراد بالعلم معرفة الله تعالى، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام. ننتقل إلى درسنا اليوم، وهو تتمة للدرس السابق، فضل العلم وأهميته. سنقتصر في هذا الدرس على ذكر فضل العلم وأهميته وما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك. تشاهدون معنا في اللوحة الفضيلة الأولى: العلم الشرعي يرفع صاحبه درجة. العلم الشرعي يرفع صاحبه درجات، هذا هو الفضل الأول، وهو أيضا دال على أهمية العلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو الفضل الأول. إذن الفضيلة الأولى هو أن العلم الشرعي يرفع صاحبه درجات، ودليله في كتاب الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الفضيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هناك فرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى
يخبرنا بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، باستفهام إنكاري يدل على أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ليسوا سواء عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، العلم الشرعي سبب لحصول الخشية من الله تعالى. العلم الشرعي سبب لحصول الخشية من الله سبحانه وتعالى. العلم الشرعي سبب لحصول الخشية من الله تعالى. كيف ذلك؟ من كثر علمه كان أعرف بالله سبحانه وتعالى، ولذا أكثر الناس خشية الأنبياء والتابعون لهم، لأنهم أعلم بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، الذين تقع لهم الخشية هم عباد الله العلماء. ومن فضائل العلم الشرعي، العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وقد ورد أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. إذن من فضائل العلم، من فضائل العلم وبركاته، أن هذا العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء. الفضيلة الخامسة، أن العلم طريق موصل إلى الجنة. العلم طريق موصل إلى الجنة. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذا التمست طريقا، إذا سلكت طريقا تلتمس فيه علما، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لك بذلك الطريق طريقا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. هذه بعض فضائل العلم. نستذكر سويا هذه الفضائل. أنا سأذكر الدليل، وأنت أخي الطالب ستقوم بذكر الفضيلة، فضيلة العلم. يقول سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكر معي، ما هي الفضيلة التي تخص العلم وردت في هذه الآية؟ فكر معي جيدا، فكر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحسنتم. أخذنا أن من فضائل العلم الشرعي أنه يزيد من خشية الإنسان، يزيد من فضائله أنه يزيد من خشية الإنسان، وهو سبب للخشية. ولذا يقول، إنما يقول الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحسنتم. السؤال الثاني، فكر معي أيضا، فكر معي. يقول صلى الله عليه وسلم،
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما هي الفضيلة للعلم الشرعي الواردة في هذا الحديث؟ فكر معي. السؤال مرة أخرى، ما الفضيلة للعلم التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ أحسنتم، العلم الشرعي سبب لدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أحبائي أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، في ختام هذا الدرس أود أن أجمل معكم فكرة الدرس السابق ودرس اليوم في النقاط التالية. أخذنا العلم وعرفناه بأنه العلم الذي يخص معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه، ثم انتقلنا إلى فضائل هذا العلم وذكرنا منها أمثلة، فمنها أن العلم الشرعي يرفع صاحبه درجات، ومنها أن الله فرق بين العالم والجاهل إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومنها أن صاحب العلم يورث الخشية التي هي خاصة بالعلماء، كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومنها أن العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء، وأخيرا ذكرنا أن من فضائل العلم وأهميته أن العلم الشرعي هو سبب لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبهذا نختم درسنا الثاني الذي يخص العلم وفضله وأهميته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين العاملين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وألتقيكم إن شاء الله في الدرس الثالث.